تفاجأت بالله، خسرت تقريبا اعز ناس عندي كانوا مولادي، ومن بعد كان راجلي. دابا تيقول ليه اختك هضر معاه، تقشطوني ليا في هاد النمره تقشطوني، ما تبرزطنيش ما تصدعنيش انايا. صافي انا مبقيتش باغيه لديك السيده، مبقيتش مرتاح معاها. شتي بحال هذاك السيد كان مخطط ليه من النهار الاول اللي ماتوا فيه، بحال كانوا تيتسناو غاديك نقطه الضعف ديال هذوك الابناء يتوفاو ولا شي حاجه. كانوا عندهم ديك الساعه 3 كانوا تيقولوا حق راه صعيب الحال وهادي فدا. مني توفوا دوك الجوج مساكن وبقى واحد، قالوا ار شنو نديروا، ار نطلقوها بهاد الفلوس ديال الجمع. حاليا انت شي حاجه ما عندنا والو، حتى حاجه من داك الشيء، كل شيء داه هو، كل شيء خداه، وبها ديك الفلوس اللي عطيته انا وداك الشيء صافي. دابا كيطلقني بها، دابا كيحاربني بها. الام ديال الوليدات اللي كانوا تحرقوا هنايا في بنديبان طنجه، واليوم بغيت من هذاك الشيء كامل، الجرح اللي كنت جرحت بولادي وديك الحرقه ديال، كنت سنظن بالله نبقى عايشه غير مع ديك العافيه ديال اللي كانت في قلبي على ولادي، وغنبقى نزيد نحزن عليهم شويه عن شويه. جاتني شي حاجه اخرى كبار منها، تفاجات بالله خسرت تقريبا اعز ناس عندي كانوا مولادي، ومن بعد كان راجلي. من مشيت للدار دازت واحد الايام، من سالت صحافه كتجي تصور وهداك الشيء سالاو، كيجيو التليفون هذيك الساعه باقي ما عنديش تليفون، الناس كتعيط لي من برا من بلجيكا، كانوا تيتواصلوا معاه هو. من تيجي هو تيجيب لي التليفون تيقول لي الناس باغا تهضر معاك، ها كيهضري. من كيصيفطوا لي تيقول، تيجي الولد اللي كيدوق تيجيبوها لي تسال، تيقولوا لي فرح ما تعذبيش، ما بغيناش نعذبوك، تخرجي انت تشديها، عارفين شنو فيك، حنا كنصيفطوهم حتى لعندك كيعطوها لك الناس ديال برا. وفعلا كيجيو للدار، كنخرج تما انا وياه للطريق، كيعطيها لي بحال هكا في البرا، ما كنشوف شحال فيها. انا اصلا ما كانتش هماني الفلوس، تعطيها لي تنقول لي هاك باقي حدايا في جنبي. الفلوس كامله عندي، الفلوس كامله تقريبا، العزول اللي عزاو غير تقريبا اللي انا اللي حسبت الناس اللي كانوا من كنت انا في الدار في الوقت وقعت الجنازه، شي 4 مليون اللي جمعت غير من الناس اللي كيجيو غير الناس اللي كيعزي كله، وكاين 500 درهم، كاين اللي 1000 درهم، ناس عاديين ما كنعرفهمش، ها اللي جا من ازيلا، كاين اللي جا من بني مكاده، كصبهره بزاف الناس. خليه على الجمعيه، تنهضر لك غير على الناس اللي تيجيو يعزو تيشوفوا الفيديو كيجيو عند تيقول لك ضروري خاصنا نمشيو عند ديك المراه نعنقوها ونبكيو. وصافي ديك الساعه بقات عندي الفلوس، كانت عندي الوالده ديالي انا بحال هكا جالسه كيعطوها لي، ما كنديهاش فيها، كنحط الفلوس كتبقى مورايا، كنوض وكنخليها بحال هكا. صافي في الاخر واحد المراه قالت للوالده ديالي بنتك راه معاقلاش على راسها، الناس راه كتعطيها الفلوس وكتخليها موراك، جمعي عليها تتفطن براسها. داكشي اللي دارت، جمعاتها من مشات معايا، جا الناس هذا قال لي خاصها تمشي للدار الام على البنت، المراه والرجل ووليدهم والام ديالها، مشات معانا فعلا. هذيك النهار اللي جيت فيه جات امي قالت لي دابا شوفي انا دابا جيتي لدارك، ما بقيتيش عند الناس باش غادي نخاف على الفلوس اللي هذه، هاك الفلوس ديالك 4 مليون ديال العزايه، الناس اللي كيف حالك، قالت لي هاك الفلوس ديالك. نط انا، جا هو قال لي، جا عندي جلس قال لي خاصني ديك الفلوس اللي جمعتي عطيها ليا باش نمشي ندفعها في شي طرف الارض ولا في شي بارتمان، وخلي على الفلوس اللي تعطيتو ديال ديك الليله اللي وقعت في السي الوالي اللي عطاني الشيك في البرا. هذيك الساعه عطا ليا، طلعت للدار غير انا والسي الوالي والسي الحمامي وشي وحدين اخرين ما عرفتهمش. من جا بحال هكا جالسين، ناض جبد جوج براوات، البرا الاولى عطاها لي انا، قال لي هاك يا بنتي هذا انا بغيت نشدها خشها لي في الجيب ديالي بحال هكا، فيها الفلوس، فيها شيك، المهم شيك فيه تقريبا شي 4 مليون بحال هكا، انا ما شفتوش، المهم 4 مليون مكتوبه فيه في البرا من برا. البرا اللي عطاها لي انا عطاها لي هو، انا وياه، هو ديالو انا ديالي. صافي هذيك الساعه هزيتها انا، قلت لي هاك انا ما عقلاش على راسي، هزيتها قلت لي هاك. ومن مشيت للدار على هذه اللي قلت لك دابا 4 مليون اللي عطيتها لي، شدها بحال هكا، قال لي غنمشي ندفعها في بارتمان ولا في شي حاجه.
قلت لي راني غدا نمشي نسافر شويه واحد السيمانه بما اسلام داروا لي تنقل المدرسه هذاك الشيء. قال لي صافي ماشي مشكل سيري فلك قسما بالله لا بغيت لا كذبت عليا ولا زدت شي حاجه ربي ما غاديش يسمح لي ونحلف بولادي. ماشي انا ما عنديش معز من ولادي اخويا يكون كيف ما كان، انا كنحلف بولادي بالله. قال لي سيري بالاذن ديالو خرجت من الدار قبل ما نسافر بنهار، خرجت شريت حيت واخا الدار جابوا لينا بزاف تلقشوع داك الشيء ولكن كانوا ناقصين شي حاجه، شريت شي رواقات شريت بهذاك الفلوس خليت اللي بقات عندي انا اللي بقات عندي 2000 درهم 1000 درهم شريتها شي حوايج كانوا ناقصين للدار، و1000 درهم شريت 500 درهم حوايج راك عارف كلشي تحرق لي وداك الشيء، 500 درهم شريتها حوايج و500 درهم كانت باقا عندي هي باش سافرت. المشكل بدا من سافرت، انا من سافرت باقا في النص الطريق يا ربي كون وصلت لوتورود عيطت لي المرا قالت لي فرح فين، قلت لي انا يا مسافره انا غاد في الطريق، قالت لي لا كنتي باقا في المحطه رجع، قلت لها لا انا ضربت نصف الطريق انا قريبه نخرج قريبه لمولاي بوسلام، قلت لها علاش واش كاينه شي حاجه، قالت لي لا راه باقي الناس هاد جايين يجيبوا لك واحد الطبيب نفساني، قلت لها ماشي مشكل دابا انا غاده في الطريق واحد السيمانه وغادا نرجع، انا طبيب نفساني انا كنت غاده عنده، انا مشيت لسيدي قاسم ومشيت لعند طبيب نفساني حقا مشيت عنده، قلت لها صافي ماشي مشكل انا غير واحد السيمانه، قالت لي ابنك، قلت لها ابني بقى مع بابا. من خرجت انا كنت خارجه من الدار هذيك الساعه انا عجبت حوايج ولدي غادي يمشي معايا هذا هو، قال لي صافي انا باقي جالس من الخدمه ما خدامش خليه يونس لي داكشي اللي قال لي، انا مستحيل نسمح في ولدي نمشي زعما نوض نكون تصادعت معاه وهداك الشيء ونسمح في ولدي، حتى ولا كان شي مشكل تصادعت معاك عندي ولدي ما نخليش لك. قلت لي صافي بقى هذا، قلت بحال والو يكون باقي باغي ولدو يجلس معاه وداك الشيء صافي ماشي مشكل، قلت لي واه صافي انا اصلا كنت ناويه سيمانه ونرجع في حالي. مشيت صافي ديك الساعه مشيت للدار، دازت واحد اليومين وهذا خويا كان تما عيجي، خويا كان هنايا وعيمشي في حاله، نط انا قال لي ناض هو عيط ليه، عيط لابراهيم قال لي عطيني اسلام عندي بعيا نديرو الفرح مفاجاه شويه نهضرو نضحكو زعما نبدلو لهاديك الجو ديال تما، عطيني اسلام عندي مفاجاه للدار عندها ديك الساعه ونهار الحد هو جا السبت قال لي غندوزو الحد وفي العشيه غنجيو بحالنا، قال لي راه غنجيب فرح ونجي ديك الساعه رجع هذا، قال لي لا ولدي عاجلس هنايا باقي معايا خلي ولدي هذا داكشي اللي درت شويه من جال الدار محسن شويه توصل بواحد التليفون قال لي راه لا صافي اختك غنطلقها، قال لي علاش شنو السبب؟ قال لي لا انا اصلا كنت نصوني ليه وما كيجاوبش شويه بلوكاني بلوكا التليفون بلوكا النمره ديالي كنصوني ليه بريفي جاوب من جاوب قلت لي كيفاش علاش طلق علاش شنو السبب؟ قال لي شويه بقى ما بقات مقات يقول شي هضره ما بقاتش عاقله على مزال مقطع عليا التليفون صافي قطع التليفون كنعاود نصوني ليه تيصوني لخويا ولا تيصوني لهذا هو خويا اللي بعيد دابا تيقول ليه اختك هضر معاه تبقاش تصوني ليا في هاد النمره تبقاش تصوني ما تبرزطنيش ما تصدعنيش انايا صافي انا ما بقيتش باغيها ديك السيده ما بقيتش مرتاح معاها صونا ليا خويا تيغوت تيقول لي ما تصونيش ليه صافي ما بغيكش راه باغي يطلقك بلا ما تبقاي تصوني ليه صافي داكشي اللي درت مابقاش كنصوني ليه رجعت في حالي دو حتى الواليد ديالي كان جا معايا من سمع ديك الهضره قال لي بنتي عندك بوحدك ما تمشيش بوحدك حيت الله اعلم هادي مولفه كنمشي بوحدي ورجع بوحدي هذيك النهار قال لي لا ما تمشيش بوحدك دابا من قعدت صداع انا اللي عندك نوصلك حتى للدار داكشي اللي دار جيت انا ويا خويا مشى بحالو الخدمه ديالو جيت انا وخويا انا والواليد ديالي للدار كان في الصندوق دقيت انا عرفت الباب فيه الزاج راه شفتو الباب كي داير عايز يشوفني غادي يشوف جلاب ما غاديش يفتح لي الباب تندق انا غير درمت غير شي شويه ودقيت بحال هكا حتى كنخرج في باه يصدع لي الباب هي الضربه باقا عندي هنايا دابا هنا الضربه ضربني بالباب باه كي يدفع لي الباب كيجري عليا بحال هكا شويه تنغوت انا كنفتح تنقول لي بغيت تعطيني غير ولدي انا ما بغيت منك والو خرج لي غير ولدي غنمشي في حالي حتى جا السيد داك واحد مول الحانوت تما هذا تسمع الغوت في حال هكا قال لنا مالك واش كاين عاد فتح الباب قال لي فتح الباب نهضروا شنو كاين قلت ليها شنو كاين عا بالسفر قال لي واش ما كنتيش قايله لي قلت لي بالعكس
حلفت لي في المصحف الكريم، قلت لي بالعكس خرجت انا بالاذن ديالو. لا ماشي ما قال، حيت هو ما بغانيش، قال لهم انا ما بغيتش نمشي تسافر، انا ما بغيتش نمشي تسافر فهمتي بحال هكا. وعاد زاد تهمني بالله، انا ديت في العوض انا اللي عنتهمو دالي الفلوس ديالي، هو اللي دابا تيقول لهم دات لي الفلوس ديالي ومشات شريت ذهب. اليوم شريت ذهب فعلا. دابا واش انا في هذيك الحاله يا ربي 20 يوم باش ماتوا الولاد، عنوض انا عمشي للحانوت عنشري الذهب، شنو يحلى لي الذهب يحلى لي؟ انا اخر حاجه كتتهمني هي الفلوس. قلت لي علاش بدل الباب، بدل له اللوبه الباب الدار، بدل اللوبه. نضنا عيط انا، عيط الناس هادوت هاد الناس المسؤولين، هذا السي عبد الله داكشي صونيت لي، قلت له راه اللي جيت للدار ساد الباب الدار، بدل له اللوبه بدل كلشي. عيطوا له قالوا لي علاش ديتي الدار، علاش بدل اللوبه الدار ماشي ديالك بوحدك. ولا قال لي لا شنو شنو، قال لي ما صافي انا غنجيو تما. جاو جاو قالوا شنو كاين، عاودت لهم شنو كاين من الاول عاوتاني هكاك. هو قال لي لا زعما الناس باقا هذا، باقا الناس كتعاونكم علاش ديروا هذا الشيء. صافي قال لي انا هاد السيده ما بقيتش باغيه. علاش قالوا لي علاش، علاش خاصنا شي سبب؟ انا ما مرتاحش معاها، انا ما كتحتارمنيش، انا ما كت مبقيتش ما بقاتش عجباني، وسدت على ولادي وحرقتهم. بغيت غير نعرف انا قلت ليه بغيت غير نعرف واش السبب، حتى ولا نقولوا انا اللي فيا الغلط، حتى علاش ما قلتيش هاد النهار الاول؟ هذا هو اللي بغى اللي خاصنا نعرف، علاش في النهار الاول عانقتيني وتلا وهذا وباقي ربي عوضنا وباقي بزاف د الحوايج قال، علاش هاد الهضره ما قلتيهاش في الاول؟ من عطيتو الفلوس وسلبيه صغاره جا الصحافه صور داكشي، فحال هذاك السيد كان مخطط ليه من نهار الاول اللي ماتو فيه فهمتي، بحال كان دارس. انا بعد هذيك الخطه اللي دار راه ما طيحش لي في بالي، مستحيل كنت نفكر باللي يدير هذاك الشيء، كنت نقول راه مستحيل. انا باقا حد الان اليوم من مشيت تقابلت مع دخلنا وهذا وتيقول في هذيك الهضره. دابا عندكم الطلاق؟ اليوم الجلسه الثانيه كانت عندنا. صافي بغى الطلاق هذيك الساعه دابا اليوم سولاتو قالت لي، قالت لي واش باغي تطلقها؟ قال لهم اه. شنو السبب؟ ما بقيتش عجباني شنو ما عرفتش. السلام عليكم، انا خو الضحيه فرح. دابا اللي بغيت انا نفهم من هذا السيد هذا هو بالنسبه لهذا السيد هذا كان راضي في الاول، كان راضي وخليناهم راضيين مع بعضياتهم، لحقاش كانوا الناس الجمعيه تما وكان الاب ديالو والاب ديالي والخويا وخاه كاملين بينا. قلنا له ابراهيم دابا شنو دابا غادي تصالحوا الناس الجمعيه كيدووا معاه؟ قال لي صافي غادي نرجع للدار ديالي. هذيك الساعه خلينا مراضيين وركبنا في الطوموبيل، وهذوك الناس الجمعيه كنا حنا غادي نوصلوهم في طريقنا. اللي هذا ولات نزلت من الطوموبيل، هذوك الناس ديال الجمعيه نزلت من الطوموبيل، هذه سميتها توريه ولا شنو سميتها، نزلت عنده ومشات لعندو عبد ابراهيم. قالت له ابراهيم واش غادي ترجع للدار ديالك؟ صافي غير مشيو، اذا غير ندو الاب ديالها في يدنا، صافي غير ندوه باش يبات مع العائل ودخالتي، يبات معاه في الدار ديالو، بالصباح يركب يمشي بحالو للبلاد. قال لي صافي غير يمشي. مني مشينا حنايا صافي، مشينا بحالاتنا، خلينا صافي هو والاب ديالو والاخ ديالو تما مورانا، قلنا صافي راه غادي يرجع. مني مشينا عيطت انا في التليفون، عيطت لفرح قلت لها فرح واش جا ابراهيم؟ قالت لي لا راه ما جاش. وليت انا هذيك الساعه قلت للخاوه ديالي، قلت له صوني لابراهيم وشوف واش غادي يرجع للدار ديالو ولا ما غاديش يرجع. صونا له قال له صافي انا ما بقى بيني وبينه والو ما غاديش يرجع. وليت انا ثاني صونيت للتليفون العائل ولد خالتي، قلت له شوف عافاك لما رجع الوالد يبات معاه هذيك الليله، رجعوا راه شنو كاين شنو كاين، راه ابراهيم قال لك صافي ما بقاش باغيها ولا دار في الكلام ديالو. دابا انا حاجه وحده اللي بغيت نفهم، واش دابا هاد السيده هادي واش مزوجه بابراهيم ولا بالاب ديالو؟ لهذا الدري دابا السنه الاولى ديالو دابا هذا غادي يقرا ومشات للبلاد داتو تمايا، ما بغاش يعطيها ورقه انتقال تمايا. دابا الدري هو كيضيع في عام ديال القرايه ديالو، العام الاول ديالو كيقرا، مشات ورغبات عليه الاستاذه وداك الشيء والمدير وكذا وهذه باش يدخل بحال يدخل غير مستمع مع سميتو. حقاش الدري دابا مشى الاب ديال هاد ابراهيم هذا مشى المدرسه وقال الاستاذه قال لها غادي نتابعك. الدري ما عندوش الوراق، ما عندوش سميتو، ما خصوش يقرا، يعني ما كيتساعدش. حتى الاب ديالو ما كيتساعدش. لهذا الاب ديالو شنو كان تيقول لي في الاول؟ انا مني وصلت تما وبغيت نعرف شنو المشكل، حقاش لقيتهم عيطوا لي في التليفون قالوا لي راه سادين علينا الباب. مني رجعت هي من البلاد، مشات هذيك السيمانه ورجعت هي والاب ديالي، سدوا عليهم الباب.
عيطوا لي قالوا لي راه سد علينا ما خلوناش ندخلوا. مني مشيت انايا تما لقيتهم هما على برا هذا الاب ديالو سميتو عاد خلاهم تجا داك مول الدار هذا اللي كارين عنده واحد الدري تما عنده البقال. مني مشيت انايا لقيت الاب ديالو هو ابراهيم وبقى تيغوت وتيقول لي لا اختك وفي هذه وكذا وكذا. قلت له ابراهيم الخير في المساعده حنا غادي نتفاهموا. شوف انا غادي نفهم منك وغنفهم منه. حنا بغينا شوف حنا اللي هذا حنا بغيناهم غير يكونوا سميتو. انا كنت مدي عليه نظره زوينه صراحه الله كنت مدي عليه هذاك السيد نظره زوينه. هو انا ما كاع ما كنلومه هو والله ما كنلوم. انا كنلوم والدي والديه هما السبب ديال هذه السيده هذه. هما مني دخلتهم هما تماديا مني دخلتهم داك الفلوس ديال الناس ديال الجمعيه والمسائل وكذا قال لها بها نطلقوها شنو غادي نعملوا بها صافي. اذا بحال اللي كانوا كانوا تيتسناو غير ديك نقطه الضعف ديال هذوك الابناء يتوفاو ولا شي حاجه. كانوا عندهم ديك الساعه 3 كانوا تيقولوا حق راه صعيب الحال وهادي فدا. مني توفاو دوك الجوج مساكن وبقى واحد قالوا ار شنو نديروا ار نطلقوها بهاد الفلوس ديال الجمع. وثمن الاوديو ثمن الاوديو ثمن الاوديو راه سردوه هو مني هضرت مع السيده وكذا هادي سردوا لها قال لها غادي نطلقها بهاد الفلوس ديال الناس اللي عطاوني غادي نطلقها ونخليها تقلى في الزيت ديالها. ما عندها فين تمشي شتي هذاك الشهر اللي دوزاته هي تما. اقسم بالله انا كنخدم صباغ كنربح 120 درهم في النهار 120 درهم وبعيده. انا كنسكن في البرانس حاوم جبل الطاه كنركب من تما كنسالي الخدمه ديالي وكنركب من تما يوم نصرف على هي وولدها. ولدها احتاج غير كتاب ما لقاتش باش تشري مشيت عاود شريته ليها. اقسم بالله لا هاد الكلام هذا اللي تنقولوا لا كامل صحيح. شيكو كان لافوت انا ديال هاد الاخت هذه اقسم بالله راه هي تقول لك شنو كنقولوا عليهم وحنا اقسم بالله لا بغينا لهم غير الخير. انا دابا من اليوم دوزت الجلسه وساليت محامي قال لي خاصني ضروري شي وثيقه اللي تثبت بلي ديك الناس عطاوك الفلوس وهذا. دابا انا كنطلب غير من هذيك الناس اللي عطاو شي حاجه يصيفطوا يديروا غير شي حاجه شي دليل اللي اخو انا ما عارفاهمش خلو كانت يعطوا داك الشيء غير مخفيا ما لا كانوا لا كنتو كتشوفوني ولا هذا. بغيتكم غير تعطوني غير شي وثيقه تجيبوها لي للدار وهذا. انا ولدي دابا حاليا حتى شي حاجه حاليا حتى شي حاجه ما عندنا والو حتى حاجه من داك الشيء. كلشي داه هو كلشي خداه وبهذيك الفلوس اللي عطيته انا وداك الشيء صافي. دابا كيطلقني بها دابا كيحاربني بها. قال لي جمله ماشي جمله ميساج صيفط لي ميساج بقيت قال لي شتي هذاك الولد اللي عندك انا غدا نديه ولا بغيتي ولا بغيتي نتنازل لك على الحضانه ديالو تسمحي لي في كل شيء. فتطلب مني نسمح لي في رزق ولدي ماشي انا ما كنطلبش يعطيني فلوسه. انا ما بغيتش فلوسه هو يطلب. انت نطلب غير الفلوس اللي عطيته ديالي. انا ما كنطلبش شي فلوس اللي ماشي ديالي. انا غير تنطلب غير بديالي بالحق ديالي. وخاصني ولدي دابا تيقول لي الحضانه غادي ندير المستحيل باش اسقط. وحتى ولا بغيتي نخلي لك نسمح لك في الحضانه حتى تنزلي لي على الحقوق ديالو ديال زعما ديال فلوس كامله ديال زعما المصروف لا حتى شي حاجه. وهذيك الساعه نعطيك الورقه ديال الانتقال ديال المدرسه. ودابا راه حتى شي حاجه ما دابا انا كنطلب غير شي وثيقه اللي تاكد بلي هذيك الفلوس كانت تصيفط الناس اللي كانوا برا اللي كيسمعوني دابا. انا غنخلي لهم النمره ديالي وهذيك الساعه هما يصيفطوا لي غير الوثيقه. انا ما بغيت حتى شي غير الوثيقه بلي ياكدوا بلي باش ناكد المحامي كيطلب لي الوثائق كعرف قوانين ضروري الورق. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.